منتخب مصر لكرة اليد للرجال عنده مهمة في الحقيقة قوية جدا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، واللي هيخوض منافستها على أرضه وسط جمهوره. كلنا والعيون كلها رايحة لكرة القدم وكأس الأمم الأفريقية، لكن في بطولة مهمة جدا، بطولة كأس أفريقيا لكرة اليد، هتكون هنا على أرض مصر. منتخبنا الوطني حصد حوالي 20 ميدالية في كل مشاركاته في تاريخ بطولة كرة اليد لكأس الأمم الأفريقية، 23 مشاركة، 20 ميدالية يعني حاز عليها المنتخب المصري لكرة اليد. تعالوا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير وتاريخ مشاركات المنتخب الوطني لكرة اليد في كأس أمم أفريقيا. منتخب مصر لكرة اليد للرجال بقيادة مديره الفني الإسباني خوان كارلوس باستور بيستعد بكل قوته لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس. منتخب مصر هيدخل البطولة وهو عنده في رصيده 20 ميدالية متنوعة من إجمالي 23 مشاركة على مدار تاريخه، بواقع 8 ذهب و6 فضة و6 برونز. أما تونس فبتمتلك 24 ميدالية بواقع 10 ذهب و8 فضة و6 برونز من إجمالي 25 مشاركة. أما الجزائر فبتمتلك 7 ذهب و7 فضة و5 برونز بإجمالي 19 ميدالية من 24 مشاركة. وبيستعد الأسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد بكل قوته وقوة لعبته علشان يحقق نتائج قوية ومميزة في البطولة، وعلشان كمان يضمن التأهل لأولمبياد باريس 2024. أيضاً استعد المنتخب لهذه البطولة بعدد معسكرات داخلية وخارجية، وشاركوا في أول أيام شهر يناير في منافسات الدوري الذهبي اللي اتلعب في الدنمارك، ونجحوا في الفوز على منتخبات هولندا والنرويج، وخسروا مباراة وحيدة قدام منتخب الدنمارك. كمان اختتم منتخب مصر مبارياته الودية بالفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية في المباراة اللي اتلعبت على استاد القاهرة يوم الجمعة اللي فاتت. وهتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 لحد 27 يناير الجاري على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي. وهيتأهل الفائز باللقب لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 تحت تميمة وشعار البطولة اللي على هيئة فرعون بيحمل كرة اليد. أما شعار البطولة فجاء على هيئة قارة إفريقيا.